وسوء الإدارة بقى ده العكس تاني، لما نختار مدير وحش بيحصل لنا إيه؟ بنفشل، وبالتالي بيبقى مفيش ثقة ما بين الناس وما بين المدير بتاعهم وما بين الفريق والمدير بتاعهم. زي ما بيقولوا إن الإدارة فن، لكن كمان قالوا لنا وعلمونا إنه ينفع تلخص أهم حاجات محتاج تدور عليها في المدير، إنه يبقى بيعرف يتواصل كويس مع فريقه، بيعرف يدعمهم، ويدعمهم مش يعني طول الوقت يسقف لهم ويقول لهم برافو، بس يدعمهم يعني كمان لو هم عندهم مشاكل يساعدهم إنها تبقى أحسن. بيعرف يحط حافز، يعني أنا أكيد مش كل يوم هشتغل عشان بس الفلوس، لكن ينفع يحط لي دوافع تانية غير الفلوس. يعرف يخلق انتماء. دول أربع حاجات معروفين جداً إنه المدير كويس بيعرف يدعم، يتواصل، يحط دافع، وينمي الانتماء.